السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين اصدقاء متابعين المشاهدين ديال قناه اليوتيوب. معكم عصام سعيد باللقاء معكم في هذا العدد وهذه الحلقه الثانيه لهذه الليله اللي غادي نتكلموا فيها هذه المره على الكانتي الاول اللي غادي يجرى هذا الحد هذا في ليبودروم ديال الخميسات. من بعد غادي نمشيو ليبودروم ديال فانزان مع الكانتي برينسيبال. دونك رجعوا للكانتي ديال الخميسات رينيون في تخوازيام كورس ديال البروغرام. اذا تيرسي كوارتي كانتي بلس ديالنا اللي غادي يكون في ليبودروم ديال الخميسات رينيون تخوازيام كورس ديال البروغرام ديبار نورمالمون مع 33 دقيقة البخي ديال سوغيزي. هاد البخي هذا اللي غادي يكونوا في ستاج ديال ليباغتون 4 سنين وما فوق مخلطين في ملمال اي هونغر اللي غادي يكون معنا في الديبار ديال هاد الكانتي. غادي نجريو في المسافة القصيرة ديال 1300 متر في البيست اون سابل، يعني غادي نجريو في الرملة. دونك هذا هو الديبغي فو ديال المعطيات الأولية بالنسبة للكانتي. نبغي غير نذكر على أن ليبودغوم ديال الخميسات فحنا كندورو أضغوط. إذا نبداو هاد الأناليز ديالنا مع الرقم واحد وسام فال. هاد المال ديال الأربع سنين، المال اللي باقي كيقلب على إن فيكتوار في لاكاريير ديالو، مي بوغ لي بلاس عاود اللي مكونفيرمي لينا في هاد الباركور وعندو بزاف ديال لافيتاس وتكونفيرمات لينا وشفناه يعني في هاد ليبودروم هذا وفي هاد الباركور ديال 1300 في البيست أون سابل يعني في الرملة، وكياخد لينا في كل مرة إن دوزيام بلاس وكيسالي في الكوبلي غانيو. مرة أخرى غادي يلقى نفس الباركور، ومرة أخرى غادي يلقى الكجل عمر اللي غادي يكون هو البارتنير ديالو اللي كيتأدبط معاه مزيان باش يربح. كنظن انني فضلت عليه واحد العود واحد اخر، مي كيبان لي عود بلاصتو مع الكوبلي غانيو فواغ تيرسي ماكسيموم. دونك بروميير شونس ويسان فال رقم واحد. رقم جوج كبيرة إسا فهاد لافيميل ديال الأربع سنين، أول فيميل معنا في الديبار، عشرة ديال لافيميل غدا في الديبار ديال الكانتي. دونك هاد لافيميل هادي شفنا لافورم ديالها وشفنا لا كاتخيام بلاص اللي خدات علينا في ليبودروم ديال مراكش في 15-11 وكانت يعني في المسافة القصيرة ديال 1200 متر. دونك هاد المرة كنعيطو على في الدور عبد الرحيم باش يعطيها داك لو بلوس اللي غادي خاصها باش على الأقل تلمع التلاتة الأولين، فلوجيك بخوميييغ شونس لهاد لافيميل هادي كبيرة إسا فالرقم جوج. رقم ثلاثة جوهر السلام، هاد المال ديال خمس سنين لاموند ديال الراي ايوب. هاد المال هذا اللي كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر تسعود وشفنا ثلاثة ديال لي كورس في شهر 11 باقي يقلب على النيفو ولا فورم ديالو، فغادي نعطيه دوزيام شونس. رقم أربعة جوهر دونور، هاد المال ديال أربع سنين، المال اللي غادي يلقى باركور أدائين بالنسبة ليه، فبعد لا فيكتوار اللي كانت عنده في 13 في هاد ليبودروم وفي هاد الباركور هذا، فكونفيرما لينا وخاد لينا مرة أخرى إن كاتخيام بلاس في هاد ليبودروم وفي هاد الباركور هذا، وهادشي كامل كان في شهر 10. دونك كيعرف مزيان هاد ليبودروم هذا. بالنسبة لي دو ديغنيغ كورس ديالو اللي كانوا في النيت في الخميسات، فكنظن أنه عاود اللي عنده بزاف ديال لافيتاس وكنفضلو في المسافات القصيرة. فقبيلة قلت لكم أن وسام فال رقم واحد غادي نحطو في يعني في لا دوزيام بلاص، فعطيت بروميير بلاص لهذا الرقم أربعة جوهر دونور على قبل ديك جوج كيلو ديال لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين لو أن وبين لو كات، فممكن هاد لو دو كيلو دير لا ديفيرونس في لاريفي، فغادي نطونتي بروميير شونس ونحط هذا الرقم أربعة جوهر دونور في لا تيت ديال لا سيليكسيون ديالي. رقم خمسة نصر را، هاد المال ديال أربع سنين، المال اللي مرة أخرى غادي يلقى المديح زهير اللي كيبقى تا هو يا البارتنير ديال هاد المال هذا وكيدير معاه دي كورس فالابل. شفنا الفيكتوار اللي كانت في مراكش في 1-11 وكان في المسافة القصيرة ديال 2200 متر، عاود لي كيريبيتي تقريبا كاع لي كورس ديالو باش يربح. كنظن عن تكون صعيبة، مي بوغ لي كاتخيام سانكيام بلاص كتبان لي جوابل مع هاد الرقم خمسة نصر را بخوميييغ شونس. رقم 6 كارما، فميلا ديال 4 سنين، فميلا اللي غادي نرجعوا معها للكانتي ديال 25-11 اللي كان في البودغوم ديال مكناس وخذت لنا لا 7 بلاص وكانت بالمناسبه رابع كورس ليها في شهر 11. واش بزاف واش قليله؟ فهادشي اللي غادي نشوفوه غدا. كنظن انني غادي نكتفي بدوزيام شونس لهذا الرقم 6 كارما دوزيام شونس. رقم سبعة زوينة فال، هاد لافيميل ديال أربع سنين عفوا لاموند ديال أمل رشيد، فيميل اللي شفناها في الشهور هادو اللي فاتو ما جراتش بزاف، كانت كتوقف لاكارير ديالها واحد يعني مرات وهي كتوقفها، كانت موقفها من شهر 9 ديال 2020 حتى لشهر 5 ديال هاد العام، وعاودت وقفاتها من شهر 6 ديال هاد العام حتى شهر 11 ديال هاد العام، فكيبان على أنها ممكن عندها دي بروبليم دو سونتي، فغادي نخليها ترونكيل ونعطيها دوزيام شونس زوينة فال رقم سبعة.
رقم 8 الوزار فعل هاد المال ديال 4 سنين غادي يكون ثاني بارطون ديال لونطريمون الحجاري عبد الرحيم بعد الرقم 6 كارما، وكنظن انه غادي يكون احسن شونس بالنسبه لهاد لونطريمون هذا، لان عاود اللي باقي جديد يلا 3 ديال لي كورس في الكارير ديالو، وعجبتني يعني لا دوزيام بلاس اللي خدنا في البودروم ديال مراكش في 29/11 وكانت في 1600، غادي يدير البداية ديالو في 1300، مي لا دوزيام بلاس اللي خدها في مراكش ديال 29/11 غادي تخليني نعطيه بروميير شونس الرقم 8 الوزار فعل. رقم 9 ولد أمانة، هاد المال ديال 5 سنين، مال اللي ما شفناش من الكانتي بلوس ديال 7/3 يعني ديال هاد العام تقريبا، واحد المدة طويلة هو موقف لكومبيتيسيون هاد العام، فغادي يدير لا غونطخي ديالو، غادي نخليه ترونكيل وتا حاجة ما كتعوض لكومبيتيسيون، دوزيام شونس ولد أمانة رقم 9. رقم 10 دليلة حسون، هاد لافاميل ديال 4 سنين، فاميل اللي شفناها في الكانتي ديال 25/11 اللي كان في البوطون ديال مكناس، وسالات لنا مرة أخرى نون بلاسي، فهنا كتكونفيرمي على أنها يعني باقا ما قلعاتش لينا هاد لافاميل هادي، وباقا ما ديكولاتش لينا 19 الكورسة مرة واحدة اللي سالات في لاريفي، ففي هاد لي كونديسيون غادي نعطيها دوزيام شونس. رقم 11 فريدة الحوزية، فميلا ديال 4 سنين، ولا مون ديال المديحي سعيد، فميلا اللي كيبان على انها اون بلان فورم يعني في هاد لي ديرني جوغ، وشفنا هادشي كامل بعد ما سالت لنا دوزيام في لا كورس ديال 1/11 اللي كانت في مراكش في المسافة ديال 1200 متر يعني في المسافة القصيرة، وكونفيرمات هاد لا دوزيام بلاس بسانكيام بلاس خدات لنا في 29/11، فمرة اخرى غادي ترجع المسافات القصيرة اللي كنظن كتبقى هي السبور ديالها، فلوجيك بروميير شونس رقم 11 فريدة الحوزية. رقم 12 خميسة الغابة، هاد لا فميل ديال 4 سنين، ولا مون ديال جبلو خالد، فميل اللي دارت بدايات مزيانة يعني ان فيكتوار في اول كورس لها في لاكارير ديالها، وكانت في 13/10 في البودروم ديال لالا ملكة، من بعد لا صوت لا صورة، مبقيناش شفنا شي حاجة كبيرة، ففي هاد الكونديسيون غادي نتسنى ان ميزاجور اول حاجة من هاد خميسة الغابة، واخا انها كتلقى مسافة قصيرة اللي ممكن تساعدها، مي غادي نكتفي بدوزيام شونس. رقم 13 ماريا زمور، فميلا ديال 4 سنين، فميلا اللي اون بلان فورم، فميلا اللي شفنا لا فيكتوار اللي دارت علينا في البودوم ديال مراكش في 15/11، وحتى هي كانت في المسافه القصيره ديال 1200 مترو، دونك غادا تطلع على ما كيبان ليا لهاد لا كاتيجوري ديال غدا، كنظن كورس دي على ما اعتقد، ف واش عندها لي موين، واش عندها لا كاليتي باش انها تجري مع هاد النيفو هذا ولا لا، هادشي اللي غادي نشوفو غدا اون فورم في الباطابلو، 54 كيلو مديحي وسيم، فبزاف ديال لي بوان ممكن يساعدوها، ما بقاتش لي بلاصه في لا سيليكسيون ديالي، عطيت 4 ديال يعني ديال الارقام، ما يمكنناش نلعبو كلشي، غادي نعطيها دوزيام شونس، اللي بقات لكم شي بلاصه في لا سيليكسيون ديالكم ممكن علاش لا تلعبوها في الشون غي دوي، دوزيام شونس ماريا زمور رقم 13. رقم 14 بوشرى تسنيم، هاد لا فاميل ديال 4 سنين، فاميل اللي حتى هي 9 ديال لي كورس لا صوت لا صوره، فتا هي باقا كنتسناو على انها ديكولي وتقلع علينا في لي كورس، هاد لا فاميل هادي اللي البو ديالها ممكن يساعدها في البات طابلو وفي هاد المسافه القصيره، دونك غادي نكتفي بدوزيام شونس. رقم 15 نجمه، فاميلا ديال 4 سنين، فاميلا اللي ما شفناهاش في لا كومبيتيسيون من 30/11/2020 يعني تقريبا عام وهي بلا كومبيتيسيون، مي اتونسيون لا 4 بلاس اللي كانت يعني في لا كورس الوحيده اللي عندها في لا كارير ديالها، كنقد نقول على انها كانت مزيانه، لان بدات مع خيل اللي عندهم لا كاليتي، وخيل اللي ما بقاوش في هاد لا كاتيجوري، شفناهم كيجريو يعني في الاعلى مستوى، مي عام بلا كومبيتيسيون واكلة شاربة نعسة، ما عرف صراحة فين واصلة لا فورم ديالها، فإلا كانت بيان بريباغي ولا كان على لونطوراج ديالها بالعياشي عماد كان بيان بريباغي ووجد هاد لا فاميل هادي، فكتبان ليا بيان بلاسي في الباد طابلو، مي حتى حاجة ما كتعوض لا كومبيتيسيون، غادي نغامر ونعطيها دوزيام شونس لهاد لا فاميل هادي النجمة رقم 15. إذن غادي نكملوا مع وردة، هاد لا فاميل ديال 4 سنين رقم 16، فاميل اللي حتى هي شفناها في الكانتي ديال 25/11 لا صوت لا صورة، 20 كورسة باقا ما ديكولاتش وباقا ما قلعاتش، هاد لا فاميل هادي مرة أخرى غادي نعطيها دوزيام شونس، ونتسنى على أن لونطوراج ديالها يلقى لي غيكلاج لهاد لا فاميل هادي مستقبلا، فدوزيام شونس وردة رقم 16. اذا اصدقاء متابعين المشاهدين ديالي على قناه اليوتيوب الاناليز ديال تيرسي كوارتي، كانت بلوس ديال غدا مع الوحده ونص في البودروم ديال الخميسات، رينيون 9 3 كورس ديال البروغرام راه سالات، كنتمنى للجميع بون شونس، كيف ما قلت لكم يعني هادشي كامل كيبقى بروفيزوار على حساب المعطيات والمعلومات اللي عندنا، فكنحاولوا ما امكن نديروا لكم واحد لا سيليكسيون، وكل واحد يعني يجرب الحظ ديالو، كنتمنى للجميع بون شونس، وكان معكم عصام، بون فان دو ويكاند، باي باي.